السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل المشتركين القدم والجدد. اليوم نديروا هذه الجبه تاع عجبه قبايل، طلبتها مني واحد المشتركه بهذا الكول من قماش الخيشه. نوريكم اولا على الورق. عندي هنا يا 2.5 متر من القماش نشمخه، بعد ما نشمخه لازم نشمخه باش لانه راح ينقص. عندي 1.80 متر ناخذوها باش نديروا بها الجلال، يعني في الامام نديروا 90 وفي الخلف نديروا 90 في حاله الابط، لانه هذه الجبه تجي بدون اكمام. دونك نديروا هذه حاله الابط 5 على 5 سنتيمتر. اما الطول فالطول تاع الطول تاعك تحسبي تنقصي له الجزء الفوقاني. انا درت باترون هذه الجبه شحال من خطره في القناه، تعاودوا شوفوا في الفيديوهات. بالنسبه للجزء تاع الصدر ناخذ 1 متر من القماش نطويوه على 2، دونك يولي لنا 50 سنتيمتر. هذا بالنسبه للطاي ام ولا ال، يعني الطاي متوسطه. نطويو المتر على 4 كما راكم تشوفوا، نطويو على 2 ثم نطويو على 4. هذه جهه الكتف. من جهه التحت ناخذ 30 سنتيمتر، لانه بعد ما نخيطو كامل ينقصنا يولي لنا 28 سنتيمتر. نطويوها على 2، هذاك المتر نطويوها على 2، بعد ذلك نطويوها على 4، نعاود نطويو بهذه الطريقة. هنا رانا حندير إذا درتي طبطين من نفس القماش تاخذي متر، إذا ما درتيش طبطين من نفس القماش تاخذي فقط 50 سنتيمتر. فنرسم حادة الرقبة الخلفية 2 سنتيمتر، ونهبط بحادة الرقبة الأمامية كما الشكل اللي تحبيه، الرقبة في ولا دائري، المهم الشكل اللي تحبيه في الرقبة تخدميه. قلت لكم راني نزربه هنا لانه عندي في القناة شحال من خطرة درت باترون هذا الجبة وهو ساهل. هذا هو، هذه هي النتيجة. دوك شوفوا معايا هذا الباترون طلبته مني، هذا الكول طلبته مني واحد المشتركة، راني لبيت لها الرغبة. عندي هذا من 0.5 متر من قماش الخيشة، طبطين راح نديرو من قماش شوازات. تقدري تخدميه من قماش الجبه اللي تخدميها ولا قماش اخر. هنا عندي قلت لكم عندي 55 سنتيمتر كما راكم تشوفوا، هذا الكول ولا الامود. وعندي 27 سنتيمتر وهي مطويه، يعني قريب 54 سنتيمتر وهي مطوية. ناخذ كيف كيف الطبطين نفس القياسات بالنسبة للطبطين. قلت لكم الطبطين خذيت قماش شوازات، تقدري تخدمي بالطبطين تاع بالقماش تاع الجبة اللي راح تخيطيها. المهم عندي هنا كما قلت لكم 0.5 متر من قماش هذا الخيشة و 0.5 متر من قماش الطبطين. هذوك 0.5 متر بالنسبه لوحده متوسطه، ناخذو متوسطه 3 يعني اون طاي مويان، ناخذو 0.5 متر نطويو هذوك 0.5 متر على 2 كما وريت لكم في الورق. على الورق هذو لي زيبول يولو عندنا 20 سنتيمتر. هذه طاي صغيره بزاف، نعود نطويو بهذا الشكل، يعني راحين نقصو الرقبة الأمامية والخيف والخلفية ومع الطبطين كل شيء مرة واحدة. هذه هي الطريقة اللي يخدموا بها الجبة تاع قبايل. بعد ذلك نرسم رقبة الخلف، نهبط 2 سنتيمتر وناخذ 7 سنتيمتر فقط في الرقبة لأن راح تجي مفتوحة من الأمام، ونهبطو 2 سنتيمتر 7 على 2. هذه رقبة الخلف. اثنين سنتيمتر نقطع الرقبة الخلفية، بعد ذلك ندير الرقبة الأمامية، نهبط ب 14 سنتيمتر.
الشكل اللي تحبيه، شكل دائري ولا شكل في. المهم الرقبة تختلف من وحدة لحتى كل وحدة تحب الرقبة بالشكل اللي تحبه. هنا راني درت في، بعد ذلك نروح نفتحها، نقطع الرقبة مع الأمامية مع الخلفية. هذه هي الطريقة الأسهل. فوالا درت رقبة في، ونزيد نفتحها من الأمام، لأنه كما تعرفوا اون جينيرال هذه الجبة تجي مفتوحة من الأمام. كما تعرفوا هذا القماش الخشاي يتنسل بزاف. هنا نحدد المنتصف ونقطع الأمام. تحبي تخليها مغلوقة نورمال، تخليها مغلوقة المحسب الرغبة تاعك. هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. بعد ذلك نمشي نخيط طبطين مع من الرقبة، نمشي نخيط الرقبة هنايا على 1 سنتيمتر ونقلب الخياطة. هذه الطريقة رانا درناها شحال من مرة، عاودوا شوفوا فقط الفيديوهات اللي في القناة. وراني شرحت الباترون تاع جبة قبايل هذه في على الورق. نبداو نخيطو على 1 سنتيمتر. بعد ما خيطنا نكرونتيو الاماكن هذو الدورانات، نكرونتيو ونحيو زياده باش كي نقلبو ما تجيناش انتفاخات. في الحقيقه هذا القماش تاع الخيشه صعيب بزاف، يعني يتنسل ويطلق خيوط. برك وريتو للمشتركه اللي حبت تعرف الطريقه، نقولها كيف كيف الطريقه كيما القماشات الاخرين، بصح هذا القماش راهو يتنسل بزاف، فيه شعيرات بزاف. فوالا بعد ما نكمل نخيط من الداخل نقلب الطبطين ونخيط من الفوق خياطة تجميلية من الفوق. هنا نخرج كامل الزوايا ونعاود نخيط على بعد 0.5 سنتيمتر. راهو ولا على مود هذا القماش الخيشه، يخدموا به حتى الجبات. صراحه انا ما عجبنيش في الجبات، بصح تلبيه لرغبات المشتركات راني درتو. فوالا نكمل كامل الخياطه هذه. بعد ذلك نحطوا لي غالون. انا هذا الكول نخدم قبل ومن بعد نطلعوا على الجبه، قادره تطلعي كل الجبه ومن بعد تخدمي الكول. هنا لي غالون يبقاو اختياريين يعني كيما تحبي. درت هذا الغالون بعد راني بدلت بزاف من الخطرات، يعني خدمت ومن بعد بدلت. المهم لي غالون تحطي على حسب ما حبيتي انتيا. وهذا الجبات تجي بلا لي مونش يعني، وحبذا لو كنديروها في قماش اوني ماشي قماش فيه لي موتيف. هنا في الاول بديت حطيت هذا الكالون نوار، هذا السيفون نوار، بصح بعد بدلت لان ما جاتش كامل على القماش، لان القماش هو ديجا جاي في النوار. دونك عاود في الاول حطيت هذا السفيفه وبعد عاود حطيت الخضراء. المهم لي كالون كيما تحبوا تحطوا، كيما تحبوا تعرفوا باللي جبه قبايل فيها الوان، الوان بزاف يعني، المهم ديري الوان متناسقه. برك حبيت نوري لكم الطريقه، حبيت نوري المشتركه اللي قالت لي على هذا الموديل. درت هذا السفيفة ومن بعد راني بدلت، قلت لكم باللي راح بدلت. فوالا قلت لكم حطيت هذا الاسود ومن بعد بدلت. دوك تشوفوا ان انا درت اخضر ومن بعد في الاخر درت الخضراء، السفيفة الخضراء. المهم هذا اختياري، يبقى كما تحبوا يعني. المهم هذه هي الطريقه اللي تركبوا بها هذا السفيفة على الكول.
نديروا لها هكذايا تكميشات صغار ونمشيو ندوروا كامل على الكول. كما راكم تشوفوا هذا القماش يتنصل ويتنصر بزاف بزاف، قماش الخيشه هذا يتنصر بزاف بزاف. برك هنا خليت هذا المقطع باش نوريكم كيفاش تركبوا السفيفه هذه اللي تجي في الكول، يعني تطويوها كل خطره تطوي 2 سنتيمتر وتخيطوه. بعد ذلك حطيت الجالون هذاك اللي فيه الوان، المهم هذا الشيء يبقى، قلت لكم يبقى اختياري. بداو من الخلف، حطيت هذا الجالون وفلي فليكوا يعني في الزوايا نطوي وندير مثلث وندوره. ديروا ديكوا هاد ما الزوايا، نثبتوا الابره تاع الماشينه وندوروا باش تجينا يعني تجينا الزاويه. كما قلت لك اختي هذا غير كول درتو، جربته فقط باش نوري الاخت اللي حبت تشوف الطريقه. لو كان انا مني ما نبش يعني ما يعجبنيش هاد القماش الخيشه. صحيح تجي جبات على الدار، تجي حتى في العرس راهم يلبسوا هذا النوع من الجبات. بون انا درت هذا الكول، درت هذا الجالون، بعد عاود زدت درت لي زيكزاك، المهم الاختيار يبقى ليك. درت هذا الازرق ومن بعد درت الاصفر، المهم اللي تحب الالوان اللي تحبيها ديريها. وبعد انا قلت لكم في الكول عاود بدلت، نحيت الاسود هذا وخليت الاخضر. هذه هي النتيجة. كما قلت لكم فصلت فقط باش تشوف الأخت، نتمنى نكون لبيت الرغبة تاعها. نتمنى ما تنسونيش باللايك والدعم والبرتاج. هذا هو، أنا مازال ما ركبتوش، ركبت فقط باش تشوف الأخت. شكرا.